حياتك في اللي بيحصل في بطن المسيحيين في سينا. وانا ده حرام، مش هنقول عيب، لا ده حرام حرام حرام، لان ربنا ما قالش كده. وبعدين المسيحيين لما كانوا في مصر وسيدنا عمرو بن العاص كان داخل مصر عشان ينجيهم من الرومان، سيدنا عمر بن الخطاب امره قال له انت داخل على بلد فيها اهل كتاب فعليك معهم بالرأفة وبالاحسان واحسن معاملتهم. واول ما دخل صلى ركعتين في الكنيسه بتاعتهم سيدنا عمرو بن العاص. بس طبعا متابع ان هم ربنا بيقول لك اني حرمت الظلم على نفسي. طب ازاي نفسي بريئه زي دي؟ لو المسلم اللي هو الارهابي ده اللي بيقول ان هو مسلم لو حط نفسه مطرحهم مش هيرضى لنفسه طبعا. واي مشكله حط نفسك مطرح اللي هو في نفس المشكله مش هتعمل البحر. بس وكل ده عشان احنا ضعاف بنفتح نفسينا للغرب، الغرب هو اللي بيعمل الحروب ديت علشان يكسب ويعيش، لان من غير الحروب ديت مش هيقدروا يعيشوا وهيفلسوا. احنا الخيبه فينا كمسلمين فاهمين الحقيقه بس يا خساره بنغمض عينينا عنها. وعمر الغرب اللي هو من غير دينك عمره ما هيريحك ولا يحكم بالعدل بينك. انت اللي تحل مشكلتك وانت اللي تريح نفسك وانت اللي عارف مشاكلك وانت اللي تقدر تريح الدول اللي هي عماله بتحارب بعضيها. بس ده اللي اقدر. طب حضرتك متابع طبعا ان الجماعه هناك في الاهالي الاسماعيليه بيستضيفوهم في بيتهم؟ ايوه ما قالوها امبارح. انا من عينيا الاثنين واديك اموالي لو انت عايز.